طيب ابو احمد شنو رايك ببغداد بالوقت الحاضر؟ مداخلها، مخارجها، بواباتها؟ العزيز بغداد بقت بس من الاسم من وراء الاحزاب. طيب بغداد بس الاسم، والله نبكي على حالنا عليها. بغداد تبكي بالآن يا اخي. بغداد كانت جنة، الآن بغداد خربة بسبب مبين. انا اعطيك اياه سبب رئيسي، هو امانة بغداد. ما جاها واحد مهني يا اخي، ما جاها واحد مهني، ما جاها شخص مهني وخطط وعمر بغداد. انت تدري استاذ علو، ما تدري، الله وكيلك بالامانة، المناصب تنباع وتشترى. صح، هذا الكل يعرفه، كل الشعب العراقي يعرف هذه السالفة. يا اخي احنا هسه عندنا مدير بقاله، مدير قسم. حفرة ما يقدر يسوي له، وصار له 5 سنوات بالمنصب بالشعلة. يعني يا هذا واقع، هذا حفرة الشوارع محفرة.